قال ما هنجور وزيدت ما ما هي نبكت ولا قرار. ويقول محمد الامين المغيفري عند ام طبل هذيك ديار الله لقبوها الامطار، والله لقبو يا قهار ايام اخرى عند ام طبل كيفتها ما فيها تقدار من شي كيفتها ما يمتل، والقلب مولي فيه النار اللي تشعل 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 من خوف البكي غمست العين لا تبكي لي عند ام طبل، قامت زادت في البكي لين كيف اللي غامز التطبل. اهلا بكم معنا في حلقه جديده من برنامج ادب وتراث. موضوع الليله هو علاقه الشعر القديم الشعبي بالشعر الشعبي الحديث. ولهذا الموضوع يقول ضيف الليله بقيكش من ظهرتو ذوك وفخلاقي لاقي ذوك وفخلاقي لاقي وخالق شنو دركتو خليتو الاخلاقي باقي. في الغيد عين شاف زراق ما هو لاهي ينضاق وكافي من تضياق خناق الحزم ضياق خناقي. درتك لنعود ولم رتفاق قمت ودرتيها في فراقي وانا ماني قابل الفراق معاك ندورك لتفاقي. واذا مراكتي ولا مراكتي الاخلاق لا يتم لا فخلاقي باغيك شمنو ظهرتو ذوك وفخلاقي لاقي وخالق شمنو دركتو وخليتو الاخلاقي باقي. اهلا بكم معنا ونرجو من جميع المشاهدين اكرامنا بمشاركاتهم واتصالاتهم. اهلا بكم. شكرا باب والاخوة على قبول هذه الدعوة واهلا بكم ومرحبا معنا. بداية باب، شنو هي العلاقة بين الشعر القديم الشعبي القديم والحديث؟ السلام عليكم. وعليكم تحية للجميع. الشعر الفصيح والشعبي كلهم رواية، علاقتهما علاقتهم علاقة وطيدة، لا علاقة البشر كعلاقة البشر الأنثى والذكر، ما فيهم اللي يصيب عن الآخر. الشعر الشعبي بعد اللي بعد بقولوا أصحابي أنا يعني نعرف شوي ما نعرف عنه أدب عنه طريف وفيه جبر وفيه الطرايف حتى والغرايب اللي ظريفة وخفيفة التعبير والصورة دائما يجبروا فيه شوي. على سبيل المثال نزلت فلي لغلاد ترى لبلاد اللي ما رات خرا القاف. قد سمعت محمد بن ابراهيم عميد الادب يعطي النعيم رحمه الله عليه قال عنه من الطرف الادب عنه عنده عنه غيب عجيب. نزلت فلي لغلاد ترى لبلاد اللي ما رات خرا محمد يعطي النعيم وعلاقتهم بعد نعرف لان مش الادب الحساني بعد نعرف عنه زين عني ذوقوا عقلت علي انا سمعون وفهموا وتحكيت وما بي في شيء فيها بس قاعد يصعد يعني يقول من الشيخ ما هي الحقيقه سقط عليتو. ومن بعد علاقه وطيده بين دائما والله بين والله ما هو لحد نعرض الشيء من الغنى نعرض الشيء من الشعر ونعرض الشيء يقع الشاعر فيه على الشاعر كما قال كي طلع الحكي طقطع محمد من المغيفري مغانم بلا الطب لا غب الوبل ولا غب ايام مضينا بها قبلو بتلي شفني والحساء متحرق ورقصت باري بينها والهواء عبل وغمست بلا الطب عيني عن البكاء فجادت بأضعاف كما يغمز الطبل. قال مغيفري عند مطبل هذيك الدار الله لا غبوها الامطار والله لا غبو يا قهار ايام اخرى عند مطبل كيف ما فيه تكدار من شي كيفتها ما يمتل والقلب مولي فيه النار اللي تشعل 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 من خوف البكي غمست العين لا تبكي لي عند ام طبل قامت زادت في البكي لين كيف اللي غامز عدت طبل. خلقنا بيات قديمين ماني يوم سعداء حسانا كانما سقطنا بها سعداء على ظمأ برداء منني تكون حقا تكون احسن المنى والا فقد عشنا بها الزمن الرغداء. قال سيد احمد الاحمد العيدة اللي حد في يم الهم برية فيها خص وعم ومنين كلامه فيها تم اكتب لي كلمة مشعوبة لكن مكتوبة فرن تم فمخرصها مكتوبة فيها مجموع جميع تهم وفيها ضد فخلاقي نوبة وهي قاعدة حق تزيد مسالة تشرح القروبة والله كذب تقطعني بعد كذبة تهم تمونك جوبة. ونعرض بيات خلينا نعطى محمد هالدار وكتب يا تخنين بلغ اخاك ولو شط المزار به اني وان كنت لا القاه القاه وان طرفي موصول برؤيته وان تباعد مثواي ومثواه الله
يعلم أني لست أذكره وكيف يذكره من ليس ينساه. محمد الدار يقول وفلي لا عدنا مجتمعين والله لا عدنا مفترقين ما تحجل لي بين العينين سبتاك صياغ فلي ما تمرق قلبي قاعدين تعود تدور تحجل لي وعلى فلي غيدي ملغي واللي نبغي فلي واللي نبغي فلي واللي نبغي فلي واللي نبغي فلي طلع نفس طبق الابيات بعض فيها ذاك زي حتى اقول لي من رأي كان الشعر الشعبي القديم هو مجرد اسقاطات يعني الشعر الشعبي على صح الشعر الشعبي الشعر الشعبي الحديث بين قوسين لغنة كاع وصفا من رأي هو كان مجرد إعادة قراءة للشعر العربي للشعر الأغنى القديم والله ملي فهم إسقاطات والله ما فهم إبداع والله العكس شنو هو بنظرة الشعر الشعر صدق شي قال فيه عنه الشعور هذا قال عن الشعر الفصيح هو حالة الشعر الشعبي ومن الغريب عنك تعرف المواهب والغنى كان ثقافة عند شي من المواهب وكي كانت ما هي أسرع ولكن الناس عادت به الدراسة النظامية عادت تكتشف المواهب ما لحق تكتشف المواهب في كل شيء في كل العلوم عادت الناس أكثر مواهب عادة كانت وهو مجرد موهبة شم الناس ما يقولوا ما هو لاش برلموش زي حتى بينما شم الناس يكتب دائما يكتب دائما يكتب بلا موجب ويكتب بلا موجب ويكتب تو إياك ياك يتم اللي يكتب لنا كان يعود يدخل الساحة ويعود هو الأكثر في يعود بعيد منها يعود معتاد يعود ما يعرف ما هو بنت واحد الله هنا غرب عندي غريب في العصر اللي احنا فيه أني يعني نعرف ياس من الأدباء اللي تقول الأدب لا في بتين لثلاثة من بتوت الغنى هم بتوت الغنى ما يوفر عشرة من ابن فقالوا لكن شو فهم كي قلت فهم الفروق عن الناس خارج ياس من بتوت هجرتهم لكن نتيجة لماذا فهم بتوت هجروا يعني تم تخلى عنهم تماما وهم أغراض تم تخلى عنهم تماما مثلا المدينة تهيدين تهيدي ماني قال عن خاطر خارجين قالوا تهيدين بمعنى موجود من يحس به حتى اعلنوا المديح قاعد مدح الناس هذو يعني كان خارج منه شيء ذاك الزمن مات خارج ولا عاد كان ولا عاد هم اللي خالق قليل ولا هو نفس الغرض يعني ما هو بنفس الغرض يعني ما هو مشكر من اجل الغايه مات لك كيف كان مات كيف كان لكل مقام مقال لا رجع عليه يقول لك راجع للثقافات ما هي كيف كانت حالا حد حالا لا يمدح لا بد من يعود يمدح مدح بتاثيره ياك ايش برغايته مختار العابدين والهدار يعطيه النعيم له ملقب هدار عالم بعض يقول وخيرت اللي هي وخيرت اللي هي وخيرت اللي ما هي كذب صفية من تعبدات وخيرة مولي ثم أخرى زايدة بيها بيراك نعرف فيها من الإحسان لحد يجيها وبيا شيء ثاني حاجة اللي منها وقد يغليها وهي بيه قد تغلي وهذا ما في يمين جيها بلو واللي هو بلي وخيرة اللي هي وخيرة شفت عني طلعة وظفت في المتح وذاك المقام الطبيعي وندار فيها شيء ما هو ذاك وعقب ولا مولي لأصل المتح اللي ملاها باطل يمدحها زين حتى انا اعتقد ان اللي قالوا المدح مو اللي كي شرط الورق مات بنفس الطريقه نعرف اصلا تعود كانت طلع على ما اعتقد سيدية والهدار على ما اعتقد والله بعد اعلم في هذيك اللي من حد مقافي تل الى ريت محمد الامين لحق له عنه متعدد غير الكذب اللي ما هو زين لحق له عن كذبه حمراء يا تتخسر والامراه ولحق له عن هذه قدره انه ما زين عليه منين انك فلي في نويبه الصفراء وفوق في نور العوين يقوم ويرسل لي بقره في يعني مدح ومكفي في نفس الوقت يعني مؤخرا نسمعوا طلعه اخرى من مدح من نوع اخر لمحمد الهدار وراه نفس المدرسه ونفس السلاله يقول يمينك يعطي ما علم شماله ولا لا حاله شمالك كل نهار من عن يمينك معطى مالك وانا ما نعرف كان اكرم يمينك
والله شي مالك الصوره ما هي واضحه يا باش العيانه فيلال يا حلال القازر في الصاد انا عندي زيت استشكال شنو حلو كاع حلالك سياره عندي بالتعدال فصلت اذا منعوت هلالك هي عن التعدال عدال خطرتي يا فالي تعدالك قلت لها عني شفت الحال قالت عنها تعرف حالك قلت لها عنك في زقار كل نهار تقسم مالك بين اهل السنه والطماع والهمال اللي ترقالك قالتها باللمنين قبال ما هي لا تتخطى لك تميت في الاخلاق في نضال معاها بانواع افعالك من عذرت لها بالعيال قالت عنها من عيالك وانك حالك هو ما زال حالك وانك من مذالك يمينك يعطي ما علم شي مالك شي مالك كل نهار اللي معن يمينك ما اعطى مالك وانا ما نعرف كان اكرم يمينك والله شي مالك شفت نشوف الفرق بين الصور صورتين ما واضح يعني هم مشينا من من من, من البعير ومن 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 افوك الى سياره يعني نتيجه الاختلاف الذين قالوا الزمن محمد تم مع اصحاب ولد داحته لا يشوفوا ما بدي ماشي نتناغر مع واحد راكب حمار قالوا له محمد قال يحتاج الزينه منين تطلبنا به بنادم حمارو وما يصحتو ولا اصحابو تلك صغار بذب بهم زين قريحته قالوا منين تطلبنا الحمار يعطيه له نعطوك القال فما قال لهم براو انتو قدموا واحد من الجاوي وهو من الجارع للحمار مثلا داير واحد من كرعي فوق الاخر على الميله قال له ايدك اللي رافد قايلت الشكر ولقطت خايلت الشين ولقطت فايلت نقص ولا تعمد للعار اعطيني من هذه حايلة الدنيا هي رد اخبار زي التيبل ولا زي التبقر ولا زي الحمار يوم قضوا على الحمار اعطاها الرصف واصحاب وولدوا زي هذا زي هذا من كل مقام قال هو تاريخ تاريخ السيارات تاريخ سيارات طيران فم حقيقه مفاهيم تغيرت كل شيء والله قول لي فم روايه اخرى لماذا لين قالوا الادب الشعبي الشعب والله خلينا قاعد نقول لغنا لماذا لم يدون بنظره؟ لغنى لغنى مدون؟ نو يعني لا بمعنى آخر لغنى القديم ما هو مدون بالشكل اللي ينبغي نحن نقارنه مع الشعر الفصيح نجبره تدوين من عند ولي الرازقة أو الطلبة يعني إذا كامل هو مدون وكل واحد معروف قصيدته يغلغنا ما نجبره لغنى مدون إن قالك طلع منه طلع زينة والله ما نعرف شفت الثقافة العربية مطلقا كانت مدونة لا بذاكرة الرجال كلها كانت محفوظه عن طريق ذاك الراجل تشبه الشعر الفصيح كانت اللي طريقته الاوراق ما كانت خالقه الاوراق ما كانت خالقه الانترنت انت خلقت الاوراق اللي سابق الانترنت انت خلقت ذاك ما ذاك كان السبب ما كانت خالقه ذاك كامل ومنين خلق ودون الشعر الفصيح والشعبي ودون حتى ياسر حتى انا عندي دواوين لمحمد بن ابراهيم ديك وفات عبد الكامل في الغزل والبكاء على الطلل وكل فيهم المديح ومستشلات عندي ونعرف شو دوامين محمد ابن واحد لعرباس ومحمد احمد في لغنى لغنى في لغنى خاصة فهم دوامين خليط وهم كلهم وحده هم كلهم خالقة الناس اللي يدونهم كامل لعرباس اللي انا واحد كنت عترت غناه ويجاني ولو كتبها ما عندي دونها يا غير مشكلة ياسر من ياسر من لغنى ما عرفوا مداهات منهم هو زين طبيعة حالك طبيعي شفت احنا قاعد نعرف واحدين من الناس اللي كانت تقدم برامج أدبية الإذاعة الوطنية كانت تنسب من الأدب الواحدين ما هو مهلو نعرفوه حتى نعود احنا نعرفوه ونعرف حتى الثقافات قاعد ما هي واحدة وأحمد سالم الداهي بعد تسمح لي شوي ومتصل لا حصل اهلا مشاهد تفضل نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته من معنا كيف الحال يا قلبات ما شاء الله الحمد لله الله يكرمك احنا معك ميدن والشيخ محمد مرحبا بك ميدن متصل من نواكشوط كيف حالك يا قلبات ما شاء الله انا تنبدغه اهلا تنبدغه شكرا على المشاركه وعلى الاهتمام تنبدغه كيف حالك سيك؟ ما شاء الله الحمد لله تفضل كيف حالك يا قلبات وليد؟ ما شاء الله الحمد لله معاك تبارك الله ما شاء الله الحمد لله دارين شاكر الضيف الله يكرمك موضوع الحلقة زين ما شاء الله وناقشته فيه يا سمشي زين وانا وزيت نواري مؤثر لدب الحساني القديم والحديث الناسي واحد هنا لن يختلفوا بالالفاظ كيف قلت انت قبيل اخبار السياره واخبار
كيف لا نحترف طال على زميلي محمد زميل الأحمدية. خير تفضل. نحييه من على هذا المنبر. الله نحييه. أنا عندي طلعة. فيها يقول خالق بر فلان السامي. خالق. لك صربية كنت نجولي هنا نجي لخلاص نجي ندور دبوس خلاصي. ميدا نقص الجهاز. ميدا اسمح لي لا تنقص التلفزه شوي وترفع صوتك انا اسمعك. نعم تفضل. مازال نلقوه ليه ولاني زين من راسي. لا وسن عاد فيس بس تنزع راسه تنزيم جايين خلاص لكن منهم استملاصي ندور لخلاص ونجي جايين نقطع راس. قبل ما توصل القارين على الغناء عبارات جديده هو نفس الارتيت التام ولا الغزل وفهم عبارات هما اللي مثلا هما والفرق بين الادب الحديث والادب القديم يعني دخول مصطلحات جديده نتيجه وراني طالب من الضيفي اختينا شنو انتاج و شنو انتاج؟ شنو انتاج؟ استاذ محمد نحكي لهم اللي طالع من انتاج محمد الامين احمد ان شاء الله من انتاج هو ذاك القطاع اللي عنده ياسر منه زين وراني شاكرك انت احمد الله يكرمك انا اشكرك مود الاهتمام والاتصال ربي يبارك فيك اشكرك والله يعني نحكي له بعد طلع على محمد الامين احمد زينت عندي يضحك علي زميلي وعوضت بعض الاصحاب اللي منين شوي تحل العين تلحق منها زين ماشي يضحك في قفاك والثالث يمشي بين لحفه واللين معاه ومنين تتصور عن يساوي فغلاك ذاك وذاك دور تبرا وفي الشكل هاي طلع ماتت محمد الامين هاي طلع ما انا بتقبض منه وكتبت لي اسمي وورطها ووقع لك وقع لي الامانه وتقول طلعت تقول فم فم كنت تقول مع احمد سالم الداهي سالم ولد الداهي يقول بعض هذا اختلاف ثقافات الادبيه يقول العقرب لا تم القواد يقودك والسواق يصوب الى زو يقدر في طنزاد يقودك ويصوقك عن زو زو قرانك ما كنت تجي وجيت والدوق ايش مالك به لعب وجيت ولا هنيه وصبر ما بشي ملصوق الى تميت انت بوديه من حزمك بترابك محظوظ ذاك اش غادي تدوقش فيها هو اش غادي فيه الظوق هاي نعرف ودبا كانوا على منبر الاذاعه برامج ادبيه في الاذاعه يحكوا يقول لك تميت انت بادي وبادي ما هي من تعرف عنها ما هي من رقبت يقيدي باطو الاخر تفضل مشاهد نعم مشاهد السلام عليكم وعليكم السلام ومرحبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته من معنا تفضل مشاهد اسم الاسم عليكم ما شاء الله الحمد لله الاسم الاسم شيخنا شيخنا من نواكشو شيخنا من نواكشو واخر تفضل شيخنا الله يالله راني شاكر ضيف الليلة هاي نفقع عيني ما شكرتني. نفقع ما شفعتك. تفضل شكرا. نختار ويحكي لي شيء الشيخ محمد الامين اللي عاد. الشيخ محمد؟ الشيخ محمد الامين. الشيخ محمد الامين. الله يخير. ان شاء الله. الشيخ محمد الامين والسيد محمد. ان شاء الله. المحيمي. المحيمي. والله. والله. وانت عندك مشاركه شوي في اثراء النقاش. من تمتغى تفضل يعود شيء تمتغى والله شيء ليه ها؟ يعود تمتغى والله ليه؟ نحن صدق ما احنا هم لك محرمين انا مشيت قضية تمتغى وقضية تراز وقضية زوالات وتير سورات مرفوضة هذا امور تنتو ما شاء الله المهم شيء بيني شفت اسمح لي منين تعود المسألة ذكية؟ منين تعود القضية ذكية؟ انا كواحد من الشرق لين نحكي الاغنية للشرق وانا كواحد من القبله لا يحكي الاغنى من القبله وهذا حقيقه نحن هون قاعدين لكن نشجعوا الادب الوطني المحلي كامل بمختلف مدارسه ما هو تشجيع مدرسه على مدرسه وحقيقه المد المد لا 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 اسمح لي بقى هذا حق انا شاكركم بعد على كل حال مشكور الله يكرمك الله شكرا على الاتصال شيخ محمد الامين هو اللي يقول يا امس عند الكركار جاوا علينا خطاب قالوا عن ابن حبار اهلون الزلوبه قيل وعلم به بكار وش حد به الوي
ما انا المعبود وكنت علمت قبيل عنهم قايل نعود قايل قبيل زي حتى والمحايمين ايه والمحايمين والشيخ محمد المحايم زي حتى محمد المحايم فما 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 من درا تقول لي اثارها ميده دخول هذه المصطلحات على الاغنى كي نغطى راسي نجنن راسي تبي بي عادي. مصطلحات جديدة من هل هي تؤثر سلبا على على على, على الأغنى والله 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 بالعكس لا تؤثر سلبا على الأدب به اللي يتحدى ذكرها في نص واحد احنا نعتبر عنها ما من انا بدي نقول لك هذا انا ما حديث عنها نوع عنها ما هي حسانية ما هي حسانية اصلا نعرفها في الأدب القديم فهم ذلك قالوا الحسانية القحة يعني حسانية خالصة طبعا سنقدو حتى لأن بعض الأدباء يقول لك شو من الأغنى ما تفهمه يا غير في الأغنى في قراءة من الحسانية أما في الأغنى التالي مع الجيل التالي نسمع مصطلحات جديدة داهين شوي نعرف نعود نقول متصل نرجع له نعم متصل يبدو أن المتصل فقد صار شفت والله شفت يقول واحد اللي له عاد زمين جبار تحديد زوين سولت عن فمين جبار وقدر نكفر لي بالتلفين تلفين لي بعد الشهر جاي لي في الحين من راقم ولا يظهر ما يقدر يضغى الحد بلدنا من الكسر وقطع لحالة بعد بلا طاحت في الحر اي طلع مالهم خالص الحسانية اش كيف اللي له عاد زمين جبار تحديد زوين سولت عن فمين جبار وقدر نكفر لي بالتلفين التلفين اللي بعد الشهر جاي اللي في الحين من رقمه لا يظهر ما يقدر يضغى حد بلدنا من الكسر وقطع لحالة بعد بلطاح بعد بلطاح ما يقدر تعني عنها من أطراف الأدب الله يتفضل تسمح لي بالتصل نتصل تفضل نتصل نعم وعليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الخير ما شاء الله الحمد لله معنا أقربها. ما شاء الله تبارك الله الحمد لله أنا شاكريكم وشاكرين الضيف معكم ديري منه ينقال له بابا ولي الخو بابا؟ ولي الخو ايه تموك ونحن المتصل معنا منه قال عبد الله عبد الله من ناكشوط اه من عبد الله شاكريكم على الحرقة ديري المميزة شكرا لك انا حسب الله اللي راهد عنا بغنى ولا قاعد لدى بصيفة عامة لابد ذلك من يعود أماك بالعصر لياك يتم بالصيغة اللي يطبع يعود بيها لأن ما من المعقول عن أدب العصر اللي له عصر العولمة عصر إشطار ذي المسائل يعود يتكلم بنفس النسق اللي كان يتكلم به الأدب القديم ربان واللحمة جورة وليش لأن قاع الواقيش ذا ما هم اللي يفهموه اللوقة ما تقدر تتم لا اللوقة القفحة اللي كانت تصرن عن دوائنا تتم الصيفة اللي كانت فيها حق ذاك تراث ويابس يحافظ عليه يقال عندنا من الحمد لله كفاية عندنا ياسر من التراث اللي فيه اللوقة وفيه كلمات الحسانية كاملة يقال ما نقدر تتم محافظين على ذاك النسق ذيك الصيفة اللي ذيكي لأن الناس أبناء زمانهن ورقاش يقول شو يدور الناس مثلا تمنح الوذنيها ولشي لابد من يقول شي حدث الناس بما يفهم لابد من نطريدها شو من العبارات الجديدة لياك تلفت النظر وتعني لك الناس وذنيها وتسمع له وتعود فاهمته هذا هو اللي ظاهر لي أنا وأنا طالب من جميع الأدبات يعني أنا شفت ياس من الأدبات كبار ونعرفهم يعرف رؤوسهم من أغنى اللي موجود حالا يقول الواحد منهم انك منين تجيب له على سبيل المثال طلعة ولا قاف منين تعود داير فيها كلمة من العربية ولا كلمة من الفرنسية انه يعتبر ذاك منك ضعف انا بعد عكس هذه القضية انا ظاهر لي عنا ما تتم نفس الطريقة اللي كانت مستخدمة يتمناش عليها الأدب الحساني ذاك دور يتخلف ودور يبقى على مزاري ليتم الآن خبوي فاهم وبعض من الناس يقال تبقى بكثرية لما هي فهمته لأن نحن ثقافتنا ثقافة شعبية ولا بد من تعود لا بد الأدب يواكب العصر لياك يتم
ياك باطي تم موجود ويتم محاضر ويتم الناس الصن تروح الله يشفى. فاهم وصلك سؤال؟ واضح واضح الله يكرمك. شاكرك جزيل الشكر. مشكور على الشكر. ضيفك الكريم وليلك بالصعيد. مشكور شكرا على الاتصال. باب تفضل باب. قلت لك باطي انا شفت ولد ثقافه وبطبيعه الحال ما تساوي فيه الناس. خالك من الشباب يقول شو من الغنى ما هو معقول. ومنين بالمقارنه مع دب الناس الكبار شوف الولد بثقافه ما هي بسيطه فيه شو؟ فيه ادب التوجيه فيه التوسل فيه الغزل بكاء للطلل في المدح وفي عكس وأفهم وأغراض وفي بعض أدب مستاجرات اللي مجرد جوغة في جبر في الطرائف اللي جوغة تحد في حد ويصاحبه ويقول عنه ما يقع خالق أفهم إياك يزيد شعور يجيب منه لغنى كان خالق كان واحدين سوق ولا واحدين لغنى إياك يجيبوا منهم سوق اللي يمشي في لغنى إياك يجيبوا منهم لغنى ونور الانسان قيحت واحد عود ما بقاع يدخل الساحه ولا يقرب منها. انا كذا اللي نعرفه من الادباء حالا اللي اهل الغنى الحقيقي. خلك واحد قال محمد بن الحميد هون غريب منين تجبروا هو لك هو مع الناس ياسم ما يعرفوا وياسم اللي من الناس يعرف لا فاهم وناس من الناس اللي طاري منين تجبر هو خال واحد قالوا لمي خالق كوكب هون ما هي ماله قاع معه من اصحاب الطيب الجديد ومن اصحاب مد ومن ذاك العصر وخالق الشباب هون قال لهم ترك اصلا ملقبين راسهم كيف بدال سيدي مويله بدال اللي يقول من الغنى ما شفت وبدال يقول لا حول وقت نقلف بل الغرب العوين ونتكل وقت نعاد الساحر من التل كل نهار يزيد حزيني ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. احنا ما نحوال بدال قول طلعة. وأنا قال لي قايش عنه نفس الوقت قال هو تلميذي. وهي طلعة فيه عنه فيه الغزل. فيه البكاء للطلل. وهي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقم التوحيد. هاي نقدر نشبهوها به من الغنى. دي قد يجعل يمهم من الغنى. اللي عطى السيد أحمد ذيك اللي طلعت مارت عمولان الشركوية العقلة حرام والملكو ذوك رياح الباطن حركوا وانت تستدى في العقارات والكنوال الملك لله الواحد طلعت بدال جابت شوف جابت صورة غزلية ما هي معقولة وصورة من البكاء على الطلب اللي هو في تيرس يعتبر عنه في غربة قاعد ما هو في مرتان وافضل على قال فيها كم قال فيها لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم قلت التوحيد باطل سيد احمد مولي تعرف عن سيد احمد سدف العقاط وكان مال الملك لله البحر القهار يا قاعد هو من راس الخطاب والضمير وما الملك لله البحر القهار ما يشغل حد الشك منه يكسر هذا الفيتين لا حتى فهم روايه اخرى لا نقبل سليمان نقبل التصل تفضل المتصل نعم مشاهد رفض صوتك نعم مشاهد يبدو ان المشاهد غير ما انتبه فهم قضيه اخرى بين الغنى القديم والغنى الحديث هو عندنا كان معروف في الشعر القديم والله الغنى بالطول واحد عنده راحته تامه يقول اللي يبغي وطويل طلع طويل والناس هم اللي عندها وقت لحفظها وعنده وقت الاستماع لها يقال من دراية كان في العصر الحديث والناس ما زالت تمتهن ذاك ومع ان ياسر الناس امتهن ادب الاختصار الا ترى عن امتهان ادب الاختصار الله اعتماد ادب الاختصار نظرا لعصر السرعه ونظرا عن الناس ما تات صايب التصنيات التمبسلات الطوال وتصنيات التهيدنات الطوال يعني من دراية كان ذاك ياثر سلبا على اللي قال له الاغنى ما قد ياثر لي قاعد لا تسمح لي شوي نبغى نتصل عود نسمع الاجابه قاعد والله تفضل مشاهد حالي. نعم تفضلوا
شاكركم عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. من معنا؟ هذا برنامج عدد، هاي البرنامج زين حتى، وفي تراز موريتانيا. الله يكرمك. الاسم؟ زين وعايش ابن حتى. مشكور. الاسم؟ هاي محمد. محمد من تصل من أكشوط بعد. محمد. من تصل من أكشوط. من واديبو. بخير. واديبو. تفضل محمد. هذا زين، وفي اسمه في تراز، في تراز موريتان، ولقنا تبارك الله. لقنا وزن تبارك الله. شكرا. زين عندنا وعايش من البرنامج الليلة عايش منه. الله يكرمك. زين عندنا. من ذوقك. نحن مولي شكنا شكنا على اتصالك وعاجبنا. زين عندي حتى. مشكور. شاكركم حتى. مشكور. ومرحبا. أنا مشكور. تفضل. والله شفت الأدب. ثقافة. ثقافة، أنت اللي تكتب تقريبا حالا في الجهاز. حاولي صغيرة ما كنت تعرف أنك تكتبه في 20 تعب. وتعطي لي ياس من الوقت، وقت تعدي في دقائق. شفت لها نقول لك في تاريخ تقريبا تأسيس موريتان. تأسيس موريتان خارج مهرجان عدلوا عبد الرحمن السيد أحمد. وسمات في موريتان. حضر له راجل من القبلة، والله قاعد من القبلة حتى راجل السنغالي قال محمد بن المقداد ما يخسر شو خير. وبعض هي طرفة غريبة. حضر له ياسر من الناس تعرف من الأمراء كاملين بطبيعة الحال ويقاون وأكفاهم. والناس كامل مختلف، العرب والزوايا أكفاهم للشيخ. موجب باطل قصر الغنى. قال 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 شاعر ست طلع مظاهرات على قاف الولد بن مقداد. قال له بوفال. لهم معقولات بين كلهم ما نحكيهم غير باطل نحكي طلع سيدي اللي قال وراهم تو نظرا للوقت ما قاعد متسع له. قالهم حكاهم هو ما بيمشي، ما هم معقولات بيمزين. منين هو؟ قام سيدي وقف من الجماعة قال عنه عنده طلع عليه يحكيها قايل له ابن مقداد. قال له عبد الرحمن سيد أحمد قال له طلع ايش كيفته؟ أنت قال له هو السيدي مين قال؟ قال له السيدي قال له هو السيدي قال له شفته؟ قال له قال بوفال بن التمشال شي زين الولد ابن المقداد ولا هو قد المراد يلا لي مزيان اللي قال بوفال يلا لي زاد مصدق اللي قال بوفال. لماذا ذاك قال ست طلع مظاهرات على قاف وهذا قال طلع من ست فلوات ولا معاه قال وعاد كي السنيات طلع على خرات المتح ومنين باطل فات وفات خلقت قصه طريفه بين عبد الرحمن سيد احمد وسيدي قال عنه اردح فيه تعرف والمراه عندهم شخص بهم سيف الشهره صدر يردح فيه عرف شخصيته برمتين شخصيته وقالوا عنه راهم ناديه وجاء وتقاطع معاه عقب قطاع طريق بعض الشاي حتى يتالف من قاف واحد قطاع عقب بعد قاف واحد قال السجن عبد الرحمن غريب ماشي هو من الكارتيز جايب لك عن الادب انه يعرف يعود قاعد قصير حتى دائما في كل مرحله سيديا سيديا طلع وكانوا من مظاهرات سيديا وتتا غناه كان دائما ست فروات ثمانيه نعرفه زاد هو عنده طلعه يقولها لابن المقداد اللي ذكرتناك بها وقعد قناها له ياسر وكنت طلعه له تنسق الاخرى يقر مديح عنده بعد طلعه له يشكروا فيها يعني هيدين علي انا بعد اعتبر انها من احسن اللي قالوا المدح ينيل الليله ويقدوا عندهم شيخه ما غلط صحته نحكي لك واحد زين يقول لك جهاد متين وكد وجد هذا رزق بلا مفاد لا ما هو بجد لا بكد الزهاد قبيلة صنع حدود ما هو مقوص لا مزيود ذاك وتصريف المعبود ذاك وتصريف المعبود في رزق قبيلة عباد الأسباب اليوم معدود ستة وعود عدد سبعة في أسباب رزق عود سبعة ولا مقتل هاي زمنا قاعة خية مع ذا بن فعلي علي وتحنكي شوت فقري شناقر ومشنكر اللي غاب تبوذنه بالعيش وطلعته وزمن هاي الله لي معودني ذا اليمان إليه فيه نعمم ما غلظ ما صندد ما مسلم من فقر الضعف ما حلق زاد ما نحو ما فقه ما سقم ما وحد ما شع في البلاد ما فقرش ما سطف المكرم ما عدل ولا انا شو بابا احنا مو دماغي بابا ما كي ضيعنا احنا اللي ما تسمع شيء بابا انا اخي قاعد لا تصير تحور ليه يحكي لنا شيء بابا بعد
شنو من انتاجك انت؟ والله إذا نحكي لك ما يلحق حد من الصديف والتبيع والهانة منك في قد عود كيف باب واللي الخو وانا ما ارتكوني من ضد منك وفي خبرك قابل الديقات وعقليا كرد عدت مبين الوزانة خبر الغيدات إذا اشتدنا خلوذني الأغلانة توف فيه لا رد الردات والمعانة قلت عني من ذلك قد وصرت يانا الهانة ما يلحق حد نصديف التجاع والهانة منك في قد عود كيف بابا والخو وان زي حتى لك بعض المشاهد ونرجع لك إن شاء الله. تفضل المشاهد. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله الحمد لله. مشكور دسن. أنا شاكرك على البرنامج. مشكور نحن كذلك نشكرك على الاتصال. شو باء؟ باء. باء أحمد بن مركز. بخير تفضل. مشكورين. باء أحمد بن مركز. تفضل تفضل. بخير حتى خير. أنا شاكر أنا شاكر باء حتى البرنامج. مشكور. تفضل باء. البرنامج زين عندنا حتى أختيهم سمو. يجون في حتى زين حتى صار ترى بمرور السنة. ترى لم يكثروا حتى. زين عندنا حتى. الله. ترى لم يكثروا حتى. شو قال الزمن؟ ترى زين. بعد الاتصال يبدو إنه. بابي تفضل. نقول هو زين حتى الغنى الشتائي الغنى هذا ثقافة ما هي معقولة بالزين شوف نعرى وقاف للموقف العزم تدار والدة محمد بن إبراهيم هذا تقول فيه جبرت قبيل اللي مكنون قبيل يدور حد ظهره اللي حدو متسع هون مكنون ظهره هون وجبره تلقاه منين تكتبه وتهبيت فوق الأخرى قلت أقرأ علي له قلت تقرأها علينا هذا ثقافة وأدب زيحت. تفضل مشاهد. وعليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ياك لباس ما شاء الله الحمد لله معاك تبارك الله ما شاء الله ياك تمعافين ياك لباس ما شاء الله الحمد لله معاك تبارك الله ما شاء الله. تفضل الاسم. لا لا ينحجيكم برنامجكم هذا زين منه ولسويد منه مخير 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 منه نن قص شوي تلفزه وتفضل قالت احكي لي شن تنبطها ناك مو خالي قال لك نن من يحكي انت ما ياخذ كانت تحكي منا تو المدير تحكي لي شن قناة الشيخ محمد بن محمد شو منا قول لي احكي لي قناة فلان يا غرقنا الشرق وغنا تنبطها وغنا ابو تليميت وغنا زويرات وغنا اخيرا تفضل. كيف شفنا قناة شيخ محمد رنين وحمد المختار اللي إن شاء الله. تعرف أنت مش حكيت وش ماله؟ حكيت الشيخ محمد. طيب إن شاء الله. عندك شيء تحكي لنا إحنا الليلة؟ إن شاء الله. عندك شيء تحكي لنا إحنا الليلة؟ الله. لينا سببيت أنا عدان نحكيكم واللي شفته. إن شاء الله. أول شيء تقطع صانة ما غير تعودنا الاتصال. لأن راحين نحتاج كتير هذا اللي تفضل لأن أحكي لك طلع قيل شو محمد بن محمد وخير تفضل ما نقول تفضل وقت ما وقت وايد لازم نحزين إلى أنزال تفضل تفضل وكبير وتفاح الشورة لكن تجارب لكن تجارب أجزاء الموالي مرافق مورة زين حتى الله مشكور على اتصال اخي الكريم تفضل بابا عندنا كنا شوي كنا واحدين في واحدين بعد انت جاك تبغى نسمع منه الليله طلع اخر سبب والله والقاعد مقعدني هو الليله قابلني لغبه بس من حال انت مره طب التحجال يسوى قاعد له في الجوال وتمنى الشب وياها ملهب التشراف في مجالي العقل غلاها ولهاها ونطربها وبكلمات قلال نقصت شفاية مغناها وتقولك كذا ما ينقال وتحذرني وتقولاها
نتمونك فمانا البال ونجبر رم الشمان نساه ونصور الحفول والاجعال ويمغني في كلام معاه وتحك غلاها بل منين ما تعرف عن حك غلاها كان يزيد غلاها والعوين زاد بها بظلمة غشماه حاج النبي أبا ضحك الأغلى نعرف ربيع زاد هو يقول في طلعته والله كيف تقول نبغي من شي غير شي لي شي سبت في شي تعرف عن شي من شي عن بعضه ما ينتاش ما هو عنها تمشي وتحقق لها لاش كونك فرشي فرشي وكونك طب التحاش فرشي مقداك وياك ندبر والتشواش علاش اللي رياك يعودين تشعر أكثر شيء خاصة إذن كيد استطع الأخرى بمغناك قلوا على الأخرى نعرف من اللي حد آخر يقول كل صباح مبكر شور اللي فيهم مكر تخنامي ومكركر للبيه بتكايس كاري بوتيك فكر تيتو من قد بيس سري لعدت شهر والعينه بنفيس من شو تحد اخر تقول انه متيس يا غار الله اكبر من شغلت فيه بليس ويقول 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 دي بيادو حمه والسويد براين وتيد براين واحد من هذا يقول أصلي في هذا اللحص الوزن يجيب واطي ما نزل ماهو بودروس فتح الجيفان كاطي بعد عقلت لي نعو ولعب قطعا دو زي حتى لولي من درا أنا عايز أشحول شوية نتقل شوية نقطة أخرى ذلك قال له ذلك قال له الغنى كان في القديم حكى على الشيوخ ألا ترى على في الزمن التالي خلص من ذاك القيد عاد الشباب يقولوا عاد يقولوا المهندسين عاد يقولوا الأطباء انتقل من 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 من, من مجرد الهواة إلى إلى أقنى أقنى فن بمعنى الفن ما لك تقبلت عن دراسة نظامية عنها الاكتشاف المواهب في كل علم الأدب الثقافة وفرنا عود في المحدين دائما يتأثروا بهم عندهم عود واحد عندهم موسعة والله طشت هواية والله أكبرها شفت لغنى كان كانوا يقولوا الناس الكبار نظرا لأن الثقافة كانت كيف شرابتها على سبيل المثال كانوا يشربوا للناس الكبار في التاريخ كله وقاع كل اللي قاعد يشربوا الناس الكبار قاعد يشربوا للناس الكبار حتى مجالس الطرب كانت كانت خاصة بش من الناس نام ولي الشماء حتى ياسر وعلى ذكر باط ذاك خالق قاعد وهقت لحظة طبعا لمن رحمة سالم لما رحمة سالم العلي يقول أمير باطن تلس هنا تياها غني عن التعريف يقول عاد مقفي الدهر الصاد عن ملقى الأغياد وعاد اللباش علي يبعاد واللي فيهم واللي تفصيل اللي لا صدت يلي جواد شوري من إبراهيم خليل أنا قاع وجملة الأغياد ما لا هي قد يجن السبيل صحت ولا ما صدت شوري زاد نتلفت عنهم دهر طويل ولو رور على الاكتفاد قاعد يتبع على ذلك الحين قلت هاي إني نحكي لك طلعة تقريبا المي ما يقول هذا من جملة الأغياد ما ماكن لي عنها تحيات سيدة محمد فالشاد ذيك اللي منها تلياعي أم المعالي ومرة زاد أخرين قال لها ماعي وإحنا مستوجين الأول ما واجهنا ماعي طلع البدو علينا منيات الوداع شفت هاي طلعة تشبه ثمية هنا تيها بطلع البدو علينا وبيك المشاهد اللي طبيعية في باطل التاريخ الإسلامي وذاهم شو ترى صيد محمد فالشة ذي كل منها تدي عم المعالي كنوت مرة واحدة هو برد ثالث خلينا نجاهد معي كجاهد الزوايا في هذا وش الشورة الشورة ذا نتخمن في ذهون ذاك اللي مير قال عاد مقفي الدهر صاد عني ملقى الغيات وعاد اللي باش عليه بعد نتخرف في الصورة هنا تياه في الأدب تقريبا ما يسمى عندنا بالعرب وتخرص ما يسمى عندنا بالزوايا طلعت امي هو لك غريب فرق بين طلع سنتين زهت. حتى انا في البكاء على الطلب والمبارك واليمين قال ما لقمت للشيخ الباب والتاح على الزري لفري غير اللي جبرت الاخلاق بانه قد التفاهي قر
هي ما يجي بعد بيك ولا يحكي لك سابق ياك تسمع قصة كل نهار ولا رجال ميني وياها ولا فاض واللي بعيد من التغراض اللي نقعد هك على بر والوعي اللي حدت وقاب توعى وتم العين تزر ولا يخلق من الفاض متباعد وقليل والسر وله له يجور الوخاض حس البل في المرحان تجر هاي قالها في تاريخ الشيخ ملعينين وجاهم الساعة والشيفرهم وقصة قاع قصة أدبية كبيرة هيك قصة لا بعض من فات عطى السنفهم حرم من الشيخ ملعينين شيء براك في القبلة قال براك شيء اللي بشوارك من تشاري شلك بي خالق براك ذاك الشور وانا زاد العلم بي شفت عنه بكاء طيل وهم قاع بشي خلقت ضشفهم شوية من طنهارة هنين قال قال قربا من اللي نبغيه الهيه والقرب اللي تلو نبغيه غير القبلي ماني ناسيه باش بطيت باش حجلي املي ما نستاني فيه ولا ذاك اللي تلا ملي ومن اللي يتمونك في القرب ملي لعت ملي شوفها ملي تلي والقرب اللي تلا ملي تلي شفت عندنا كامل عاد تلو بيه اللي هو مراس الساحة مستقبل طيب سابق نهاية البرنامج لأنه أشرف على النهاية أود منك يعني نقيم أنك تقييم سريع للساحة الأدبية الساحة الأدبية خلطة حتى يعني أنت مطمئن والله هم تفاول هم تشاور تفاول بياسم الشباب يقول لغنا اللي زين وعنده توجه ثقافي أدبي خاص ما بيش يقدر لا يعقب ينهض بالثقافة المستوى لا يستهان به وقوة وثقافة أنا ما يقابل نتفش معك أقول لي مسابق أنه في البرنامج من درك كان بابا عنده قطاع ظريف حاس به هو خليك تعدل مع أحد من الدباء ولا قطعت مع أحد من الدباء والله قطعت مع أحمد ولد ابن عند هو كيف أحمد ولد ابن قلت أحمد قلت أحمد قال السيد المتالي معايا قال أحمد عاد داخل لي ليل ودخلها زاد صيدها للصيد قال قال واحد صاحبي قال وسيد المتالي ومعنا احمد والابن محمد ومغني زاد وحتى الشاعر احمد غني عن تعريف صاحبي قلت قال احمد عاد داخل اليد ودخلها زاد صيدها للصيد قلت ما انا بدا عصلو بدعم وفيد نقصر له في الشور القيد قال لي والابن تكسارك جاد حتى للقيد غير الى عاد القيد حديد تو بعد قفام نقطعنا بعض وقفنا زاقنا قفين اخرين قلت له قالوا انتهى ورش ساعد قلت له سيدي يغلبنا فيه ذم قوم وطهال وشفاع قد قاطعهم وتم يدقدق فيهم بصباع قال لي والابن بداع فلغنا بجهيد في النحية والله بذراع وايد نكذ به ليد بكراع نكذ الكراع وانا تعرف هم خلص من كلمه قالها في القطاع الاول قلت له على قوم الله حكمه سيدي حق واسع باعوا يسوى ذاعوا يسوى بكمو يسوى بكمو يسوى ذاعوا حتى لا اصبر زميل حتى والله ما لنا مالي من جماعتك ولا لنا مالي من معلوماتك ولا اثارتك ولا هم المشاهدين مالي منك لكن في نهايه الحلقه لا يسعنا إلا أن نشكركم أول المشاهدين على حسن المتابعة كما نشكر كل من المهندس ماركسي وصاحب الإشراف الفني عبد الله ولمباتي كما نشكر المخرج الحسن والعمر جودة مشاهدي الكرام إلى أن نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أدب وتراث فإلى ذلك الحين دمتم برعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.